لو الحكايه فيها ان فيتو. تعرفينا بنفسك؟ فاطمه علي، من احد افراد اسره رابطه متحدي الاعاقه المشروعات الصغيره. بدأتي ازاي شغل الهاند ميد بتاعكم؟ والله هوايه من وانا صغيره، بدات الهوايه تكبر عندي واخويا ساعدني في تنميتها، والحمد لله دلوقتي بشتغل كل اشغال الهاند ميد. قدرتوا ازاي توصلوا لجامعه عين شمس وان انتوا تعملوا معاها اتفاقيه ان انتوا يبقى لكم مكان ثابت هنا طول فتره الدراسه؟ والله زميلنا محمد اللقاني صاحب فكره الرابطه اصلا، هو اللي بيدي كورسات هنا فتعامل مع المسؤول، والحمد لله ربنا وفقنا. يعني انتوا ما لقيتوش اي صعوبه ان انتوا تتفقوا مع الجامعه؟ اكيد كان في صعوبات بس الحمد لله اتسهلت. يعني قوليلي، طب ايه الصعوبات اللي بتواجهكم كمتحدي الإعاقة في مصر؟ اول حاجة الإتاحة، بمعنى ان انا لما احب اروح اعمل حاجة في مصلحة حكومية مفيش رمب، مفيش اسانسير، مفيش حتى مساحة ان انا اقدر اطلع اخلص حاجتي. تاني حاجة تعيين 5%، مفيش، الموضوع اتقفل خالص من زمان قوي، ومعاقين كتير واخدين شهادات وعادتهم بيتزايهم زي اي حد مرة. طب نفسك في ايه في الفتره اللي جايه لمتحدي الاعاقه، سواء لسه بيدرسوا او الخريجين؟ نفسي المجتمع ينظر لنا نظره تانية، بحس ان احنا اشخاص منتجين مش عبء. يعني عايزه اقول لهم نحن شركاء ولسنا اعداء. طب ممكن تعرضي لي المنتجات اللي انت بتعمليها بنفسك الهاند ميد؟ انا بشتغل اكسسوار هاند ميد ومفارش كروشيه وحزازات. حضرتك فيها؟ هتفصل الفيديو؟ لا اتفضل. هو كده دي المفارش اللي انت عاملاها هاند ميد؟ ولانجري مصاصات. طيب انتوا اول يوم ليكم النهارده هنا في الجامعه، الاقبال كويس ولا قليل؟ لسه شويه بس الناس مستغربه ده ايه وبيسالوا كتير. بس في ناس جات لك؟ الحمد لله.